طلعنا من العبة على أساس طلعنا إيطاليا. أنا من شمال من عكا، من ضيعة اسمها ببنين. احنا وماشيين اجت الباخرة تبعت مالطا حربية، نزلتنا بالقوة وكنت تنزل وتوهوا معنا على مالطا، لأن احنا منا عارفين انه هي باخرة مالطية. طلعنا على أساس طالعين على إيطاليا وإنه ما لقينا حالنا بمالطا. قعدنا هون فترة شي شهر بالمخيم مدرسي، هذا تبع الاستقبال. والمهم صرنا هون. قدمنا طلب إقامة أعطونا رفض. ليش؟ قال هيك ما في سبب. رجعنا قدمنا طلب تاني وهلا ناطرين الجواب، بس الله ما كمل معنا. الحظ زفت، حظ زفت. كنا شي 108 أشخاص وكلياتهم طلعوا، شي طلع ألمانيا، شي راح بلجيكا، شي راح هولندا، شي راح فرنسا، وأنا بيت هون. أنا ناطر الفرج الله. لا الكلب ما عملته أحسن من البنين. ما عادينك بمخيم. الكونتينر ما في الا التخت اللي بتنام عليه، وسرقة 24/24 بسرقوك، وما فيك تجيب شيء تحطه بالغرفة، ممنوع تجيب، وما في مفتاح ولا في شيء، ولا فيك تجيب سخان تسخن فيه أكل، ولا فيك تجيب شيء منام. ممنوع، كله ممنوع. ما حدا يطلع على اوروبا. اللي بيجي لهون بيختلف بيته. والله العظيم. اللي بيجي لهون بيختلف بيته. اللي بيقول لك اوروبا حلوه يقول له بهدله. مين ما قال لك اوروبا حلوه يقول له لا كذاب. انا جبت بعيني وسمعت بابني.